جماعة رح أرجع إكزرسيس بسرعة. أول شيء إذا بتتذكروا الرول بتقول سي بلس بريزون دون فيتور، يعني لما بحط السي مع البريزون رح يجي وراها بالبارت الثاني فيتور، أما سي مع امبرفي رح يعطيني كونديسيونال. طب هلا أنا هون مش عارفة شو هي الجملة، تمام؟ مش عارفة هون الفعل شو، بس عندي بالتاني ريفيزوري يعني كونديسيونال، يبقى لازم احط بريزون، عفوا امبرفي. سي جي هيدا بريزون، فهون بدي احط فيتور، الفيتور ما في له اس. سينو مش عارفه شو، انتر لا فيتور، فرح اختار البريزون. سي الفيزيبو امبرفي، رح اختار برومينيورو. يلا سي جالي او مارشي جو اللي امبارفي، فرح اختار فري. سي الفيبو بريزون، فرح اختار فرون. سي ليا دي بلاس بريزون، فرح اختار فيتور. يلا نبدا مع حبيبه. حبيبه نيميرو 8، يا مس آخر واحدة دي يا مس إيه إجابتها؟ اخر وحده رقم 7 ايرون، عشان بلش الجمله باي اللي هو بريزون. تمام احمد؟ يا مس إحنا كنا حليناها آخر واحدة، ايه شو حليناها؟ لأ حليناها إيرا آخر واحدة. لا لا حبيبي، لانه ايه الافك اس، كيف بدي احط ايرا؟ بيكون بالغلط، يا انت كاتبها يا احنا قايلينها اصلا غلط، بتصير يعني. تمام يلا يا حبيبه نيميرو 8. تمام سي بابا ايتا انفورم. ماشي، هو كده الجزء الاول امبارفي، فاحنا نحط في الجزء الثاني كونديشنال اللي هي نو اللي في النص. ترابيا يلا جايدة اللي بعدها. سيني بلي باجو. سوري استنى ثاني. اوكي احنا قلنا ان تو اي اي تي الاخيره دي في اي اي تي ولا لا؟ فيها بالآخر اي اي ار اي اي ار اي تبقى مش هي شو مش هي الاولى. الأولى؟ ليه الأولى؟ نحن قلنا شوفي شوفي البارت الأولى يا جيدة، البارت الأولى من الفعل هي بأي تنس؟ أريني كده present. ايه لا بريزا، كده ولا ايه يعني شو بدك تحطي؟ present برضه تبقى لا الأخير. لا ما بناخد بريزا. اوكي بتبقى الاخيرة، يبقى اللي هي فيتور بس مش اقي، لا هي اقي بلا هون بالاخر اقي، رح نختار هي عشان فيتور. تمام جيدة تمام. يلا يا احمد اللي بعدها سي المونجي، يلا اقرأها. ماشي سين مونجي بكو الصيغة اي وحده قل لي اي وحده. أول واحدة ليه ليه قل لي بالبارت أسنى الاولى شو ثانية دي عندك يعني. يا احمد. الأولى إمبارفي، فدي هتبقى اللي هي مضارع الشك، فتبقى الثانية. برافو عليك. تمام يلا يا حبيبه. سي زافا دو توم سي سبيس سيرومون. الأولى إمبارفي، فالتانية هتبقى كونديشنال، فهتكون سؤال صعب. ايه اللي في النص؟ تمام اللي في النص اللي هي ليري، برافو. يلا يا جيدة نيميرو دوس حبيبتي. نمرة تو سي مون بير إتا جورناليست إل دارتيكل سوبر. إكريت الأولى. اوكي الاولى يعني اكريري، انا عندي امبرفي فرح احطها اكريري صحيح. يلا يا احمد
تمام. استيجا التمبل شي بختي بختي غادي هنا فيوتر، فمعناها اني بقولها تبقى بسون يعني اوكي هتختار يعني اي واحدة؟ الفنجان. انا عندي بارتي ري بالتاني. بارتي ري هو باي تنس؟ فيوتر فيوتشر. برافو عليك. اوكي يبقى الأولى بريزون، يبقى اي اي الفوز. تريبيا. تريبيا برافو يا احمد. يلا يا حبيبة اخر واحدة. الأولى إمبر فيه، يبقى احنا هنحط كونديشنال اللي هي هتبقى الأولى. الأولى تمام. يلا بننزل على الاكسرسايز الثاني هلا هون. اوكي بس كل سؤال تفضل. زي الأولى صح. يا ازاي بس دي الأولى، هي حرام انت الأولى دي تكون ما قالت لي الأولى، بس بكون انا حطيتها. لا اللي امبارفي. اوكي قلت الأولى. انت قلت الاولى. اوكي مش انا غلطانه، انت غلطانه. فيزيتوري عشان اي اس. انت اخترتي هون فيتور. ليش بدي فيتور وانا عندي امبرفي يا حبيبه؟ ايه صح، ده مفيهاش اسم. نعتذر على الخطأ الفني. اوكي تمام. يلا جايده نو بونسون. طيب خليني بذكركم بالفيرب بونسي. Why تعالوا does نطلع. my turn comes that fast? يلا جايده. لأننا ثلاثة في الحصة. Oh, that hurts. اسمعوا اسمعوا بس بدي اقول لكم شغله. طلعوا بونسي بيجي وراها ا، واوبليي بيجي بعدها دو. تمام شي بيجي وراها أو بيجي وراها دو. ايه. يلا جايده ابدأي. Yes. Choisis le bon combinat. Le mot combinat, le mot incan. Nous pensons faire du battu. N. يعني اعطيتي جواب انت ولا لساكي عم تغني اوبرالي؟ لا مش بغني يا تيتش، انا بتحسن. مش اوكي ماشي تمام. يعني هتختاري ايه؟ دو؟ لا مش هينفع، ما قلنا بونسي بيجي معه شو يا جايدة؟ لسه اكررها دلوقتي حاليا. ايه هلا هلا بدناها. اه تريبيا. يلا احمد تفضل. مش شامبر دون سر تريبيا يا احمد. عفوا احمد كتير متقدم يعني. احمد شي هيك رب العالمين غيره فيو كلوب فيو كتير كلوب كتير صاير شاطر احمد على فكره، وعن جد هذا الشيء مبسوطه منه كتير انا. اوكي انت كنت شاطر، مش يعني ما كنت شاطر بس اوكي كنت يعني تغلط بالاكزامبلز بالجمل بهيك ما تكون مركز، بس فعلا هلا هي الفتره انت كتير مركز. طبعا جايدة وحبيبة ما فيني احكي شيء عنكم لانه انتم اصلا يعني بتجننوا، بس احمد لفت لي نظري عن جد انه كتير متحسن تيتشر. يعني. ثانية، بنجنن positively، بنجنن ولا negatively؟ لا بتجنن شيء منيح كويس. وبتعقده يعني، بس ما تقولي لي انه كمان بتعقده بدي تفسره بتعقده يعني، يعني واو يعني كتير حلو كتير كتير شطورين يعني بهالمعنى. اوكي انا لازم اعمل لكم قواميس ليك يا حبيبه. سكتت فهماني علي يا حبيبه، بدي اعمل لك قاموس يا جايده. بتجنن وبتعقدوا يعني كتير حلو. تيتشر ما انا عارفه، بس انا بتاكد لو هي طريقه مثلا ولا لا بجد. والله لا لا مش I have بتاكد. some لا trust ليكي issue that انا this works. انا حدا صرتي لازم تعرفيني، انا لما بدي احكي الشيء بحكيه، ما بتريق ولا بعتلهم يعني بحكيه مثل ما هو. عرفتي كيف؟ انت بفتره من الفترات كنتي مو موجوده اصلا يعني، كان اسم جايده تيجي تفوت جايدة تحكي لها كم كلمة وتطلع، هي هي السيشن. لا جايدة فعلا هلا كثير متغيرة. قولي حبيبة هي شطورة من الأول يعني، من لما عرفتها هي شاطرة. بس أحمد مفاجأني أنا، مبسوطة فيه لأحمد عن جد مبسوطة فيه. تمام يا جماعة أوكي، مرسي كثير لألكم وميرسي كثير لألي، وأنا بعرف هيك كمان إنه أنا كثير منيحة والله بعرف كلكم زو. يلا وصلنا عند حبيبة يا الله يا حلو. تيتشر.
يلا دوري انا صح؟ وي حبيبة. ماشي. اون فا او شاتو سبيس لبوس. ما هذا؟ هذا هنا بدك تحطي حرف جر، شوفي أي حرف جر بينفع مع كلمة بتبدأ بلو. والله انا لو فاكرة او خليني أقول لك شيء، المواصلات يلي بنقعد جواتهم المواصلات اللي بنركب عليهم بار بتيجي قدام المواصلات يلي فيها حروف معرفة أو نكرة أو يبقى بار. تمام. تتعلم المعلومة دي أول مرة أسمعها، مش عارفة إزاي. لا أنت لأنك شو قلتي؟ أول أول مرة مرة أعرفها. تسمعيها يا أول حبيبي ولا الله. أوكي سكيب سكيب، أول مرة بتسمعها أنت، صاير معك فقدان نصف ذاكرة. والله مش ممكن أبقى فاقدة الذاكرة فعلا. لا على فكرة، لا لا أقول لك شيء، هذا الدرس أصلا منو عندكم؟ فأنا احنا ما اللي شرحت. ذاكرناش لا هذا لا شيء منو اصلا. منو عندكم؟ صح، منو عندكم، بس هي فعليا هي هيك تمام، يعني بس من باب إنكم تعرفون الأدوات المواصلات اللي أنا بقعد جواتها اللي بقعد أوكي اللي بقعد عليها سور، واللي فيها حرف محدد فبتكون بار، يعني انتم فهموها علشان مشان اذا اجاكم شيء بعدين. جماعه امري لي، بدي بس دقيقه لاقوم جيب تيشوز لانه الوضع كارثي. اوكي دقيقه وبيجي. فكري يا مين دور مين، جايده جايده، فكري يا جايده بالنيميرو 4 اعملي معروف، لبينما بس جبت تيشوز وجيت. ماي دو ايس، ماي دو ايس. طب ما هو ايه last choice في الطريقة الأخيرة دي؟ برون الأولى، برون الثانية آخر أو إس، والأخيرة ما يلا فيهاش أنا جيت. حاجة. أوكي برون الأولى. أوكي أوكي thank you. يلا قولي جديدة. سلمي تشوف. شو وأنا محتاجة الحقيقة طيب، شوفي شو يعني، الأولى، شوفي يا جايدة، شوفي شو يعني والله ما عنديش علم الحقيقة، بس مش مشكلة حبيبي. هعلم شوفي دلوقتي. هو الشعر، أوكي شوفي أها هو الشعر، يعني أنا ألا عفوا هي عندها شعر. هلا أنا بدي أحط صفة، بدي أحط صفة تنفع لشو؟ أول شيء بدي أعرف إذا هي مذكر ولا مؤنث. عندك فكرة إذا هي مؤنث ولا مذكر؟ هي مذكر. شوفوا الشعر لو الشعر مذكر مذكر في جمع، أي حالة مذكر جمع، يبقى حتختاري أي صفة منهم تنفع للمذكر الجمع. ماما هنا اخترت الأولى. طب وي تريبيا. صح؟ يلا أيوه. وي يلا يا أحمد، نيميرو كات سانك. نوبليوبا أبرتير دان ليفري دوبونسي. مين هو من هو بيسأل زي يروح مدينة فرنسية صح؟ قصدي يجيب كتاب فرنسي صح؟ أو يحضر يعني. انتبه، لا نوبلي با يعني ما تنسى، هني كلمتين بالدرس، هني أيوة بانسي يعني فكر بي بيسأل زي جي فوغدي اللي بيطلب. لا لا نوبلي با ما تنسى تحضر كتابك. نوبلي لكن با دو، نوبلي با ما تنسى. ألور نوبلي با شو بيجي مع أي حرف يا أحمد؟ هلا من شوي قلناها ده دو تريبيا. طيب بس انا هون عندي دي ابوستروف، اكيد هي اللي راح اختارها عشان انا عندي هون فويل. تمام تيتشر، انا عندي سؤال. تفضلي. هو يعني ايه انا الاثنين بالفرنش؟ نعم انا يا الاثنين، انا دايما بقول انا يا الاثنين، عايزه اعرف يعني ايه بالفرنش بقى. اوكي. هلا انت فيك تقولي مي دو زيو، بس انه هي ما فيك تترجمي من العربي حرفيا للفرنش، عرفتي كيف؟ يعني ميدوزيو
ايه مي دو زيو دي حرفيا هي حرفيا ماي بوث ايه ايز حرفيا. ايه حرفيا صحيح. اوكي نو بروبلم حرفيا، ماشي انا بترجم الكلام حرفيا يعني، اي لغه اي لغه بعرف اتكلمها بترجم الكلام فيها حرفيا. ايه بس انتبهي في اخطاء هون بتصير اوكي، لانه هي ما بتقدر تعطيكي نفس المعنى اللي انت بيكون بدك اياه، فهمتي علي؟ ايوه تمام يلا يا حبيبة. رقم ستة، رقم ستة نعم. تمام. فريد بس فريد ده ولد، وفزاج ده وش كلمة مذكر، ليه الصفات كلها مؤنثة؟ اوكي خليني اقول لك شيء، هيدي مزبوط مؤنثه، هيدي مزبوط مؤنثه، لانه نحن فينا لما بنشيلها بتصير مذكره، ولكن يا قلبي هيدي مش مؤنثه، هيدي كلمه اوفال، يعني فيكم تقولوا ثلاث ارباع الكلمات اللي بينتهوا بال نحن بنحط لهم او بالاخر، ولكن مش هي بتكون علامه تأنيث، بتكون هيك بس انه كملت الكلمه. تمام يبقى علشان هيك اوفال هي ما تعتبر مذكره، عفوا ما تعتبر مؤنثة تعتبر مذكرة. طب لو عايزين جاكوبي نخلي أمور تبقى مؤنثة تبقى ازاي؟ نعم بدلها مثل ما حلو هي. كيف عندك برضو. روج؟ ايه كيف عندك روج بيكون روج مثل ما هو بالمذكر وبالمؤنث نفس الشيء. تمام يبقى احنا هنختار أوبال. وي يلا ست جايدة. جايدة أنا دي جايدة. أوكي دي جي أو بارتي أو مليون إن أفيون. فو أكيد فو طبعا. يلا يا أحمد نيميرو ويت. ماشي لمسكو في بغتي بس ستة، يعني المسجد بيبقى جزء من القلعة صح؟ شو هو؟ دولا لا موسكي في بارتي دو لا سيتادال، تري بيان، لأنه سيتادال مؤنثة. يلا يا حبيبة اللي بعدها. اليا دي مون مين سبيس انتيريور دي ميز الله اللي هي اخر ابوستروف، اللي هي اخر اختيار ده المفروض انها ال ابوستروف. اهو اوكي تمام. لا موسكي في بارتي قصدي إليا دي مونيمون، شو قلتي؟ أقل أبوستروف. تمام بنكمل مع جايدة. يلا يا جايدة ليزي لاف بارتي روم فواياج، شو رح تختاري؟ انت دي فايتي دون فايش ان فايش شو؟ اون فواياج دكور ان تمام. فايش. يلا يا أحمد، أحمد ماشي شتو ات غيماني فيك، شتو هنا مذكر يا مس، اعتقد هتبقى اول واحدة شتو هتبقى أول واحدة. وي يلا يا حبيبة. مونا مي ايه لوند الأولى. حبيبة ركزي، مون امي اخ دي او، يبقى يا إلهي اللي في النص. تمام. يلا يا جايدة. يس نوبلي با prendre un papier. Pas de l'air أخيرة donc TDU. نو لانه يا حب يا جيدة قلنا من صح شوي بانسي لما بيجي فيرب بانس بنحط وراها حرف الجر ا، ولما بيجي اوبلي با نوبلي با فبيجي وراها دو. اوكي احفظيها يا جيدة صح احفظيها، صرنا 500 قعدت مرة أكررها قايلينها بهيدي لحضرتك الحصة، أساسا. 550 مرة. أوكي اوكي أكتبها. بس هيك يلا كمل يا احمد كمل. ليكو محمد ليه ما دخل؟ هو يا مس ممكن لأنه كان عمره وكان عمره النهارده الصبح. اوكي تمام. يلا يا احمد تفضل. أعوذ بالله مش لوم يوزي أو با أم بكونس. المتحف هو المكان اللي احنا بنروحه هنا، بيتكلم عن المكان ولا عن المتحف نفسه؟ دي الحاجة اللي بتقلق اوكي أعتقد. يعني إجراء إجراء إجريك برافو يا احمد برافو. يلا يا حبيبة.
بو الأولى أكيد بقى صح يا مسلم. شو هي؟ فو رانكونتري فوزان الأولى تريبيان عشان هي اخذة اس تريبيان. يلا يا جيدة، جيدة الحرام ما بتلحق ترتاح الا بيرجع بيجي دورة. لا كتدل مستكتير صلاح الدين. Wait a minute, please give me a second. I'll خذي be back. دقيقتين. I'll not be whatever, but I'll just a second. Just 1 second. خذي اثنين. في النص. اللي في النص. لا سيتا دال اكوتي كونستريت بار صلاح الدين. برافو، يعني من قبل عمه صلاح الدين. تفضلوا بنكمل. يلا دور مين؟ دور احمد اظن، ولا ايه؟ احمد. يلا يا احمد. في الاي سم سم ثانية مش هو مش تات سات في تريبيا يبقى الأولى عشان في مؤنثة. يلا يا حبيبة إليا دي مونيمون، هتختاري إيه؟ قلتي إيه؟ ها؟ الأخيرة الأخيرة أوه أوكي بقول تمام. يلا يا جيدة، إيه تنامي؟ شو رح تختاري؟ جيدة. Yes, I'm here. Sorry, يلا just for اوكي. applying late. Yes. روزي اللي هو انت الأخيرة دي تمام؟ هي ايه توم أمي؟ لا ليه؟ أي هو صديقك؟ أي يكون صديقك؟ أها ولا كيف يكون صديقك؟ هو أنا ما جاوبتش أصلا، بس حضرتك هي تبقى كومو؟ وي تريبيا. يلا يا أحمد. تمام. يس السون لمونيمون لبلوس كنيو ان ايجيبت. ماشي. ثانية ثانية. كو أحمد حسدناك، طرقتك عين، جبت وينك؟ اللي في النص. اه اللي في النص. اوكي ما طرقتك عين، شفت؟ تمام. يلا يا حبيبه سو تري اتر. تمام ربنا يستر. الأخيرة الاخيره. تمام. يلا يا جيده سو تروف لو ميوزي دو لوفر. يس سيتو لميزي دلو أو أين هو او أين هو تريبيا. تاريخي؟ يلا احمد ايه تون سوي. ماشي. ما هي أمنية تون؟ هي هتختار أي واحدة؟ تون سوي بتتكلم عن أمنية ولكن بصيغة المذكر عشان يوجد تون، يبقى هتختار إيه؟ ماشي. اه يبقى اتكلم في النص. تانية. يعني صحيح تتشير أمنية هي أنثى، ولكن بالسوي أمنية بالإنجلش بالفرنش راح تكون بصيغة المذكر. يلا يا حبيبة أفوندي لا سيتاديل دو صلاح الدين. الأولى جافو. يعني بس ممكن تسألني نكمل. هو في رقم اتنين اللي انا قلتها دي؟ كان ها عندي مشكلة، هو انا في الأول كنت أقول كو بعدين خليتها اللي في النص عشان يعني ايه كنو؟ بس في سؤال بيقول لبلوس كنو، يعني ايه كنو؟ بس اللي انا ماني عم بفهم عليك هي الكلمه، رجع قولها بس تعمل لي سبلت لألا. تاني واحدة يا مس، في تاني سؤال، في السؤال التاني في ايه الشوازيز فايف. ايه اي واحده اللي منك عم تفهمها؟ كنو هي كنو يعني ايه كنو؟ اه كنو معروفه،
معروفة، لي بلو كونو يعني المعالم الأكثر تمام. معروفة أو الأكثر شيء معروفة في مصر. تمام. أوكي يلا بنكمل مع I think مين؟ لسه ما بخلص. إيه أحمد، يلا يا أحمد. أر تي فيزيترا لو ميزي، دونك هون أنت عم تحكي على أر، يعني شو بدي أحط؟ أكل برافو. لو أنا عم بسأل عن الساعة بالإجمال فبقول كل. يلا يا جايدة اللي بعدها. يس إل إم را عند كس أوكي كاسكيل أميرة، تري بيان حبيبة اللي بعدها. الأولى حبيبة أنت تايهة في وسط السحاب حبيبة. والله العظيم أنا حاسة كده. جو دو فري، لازم آكل بور أتر أون بون فورم باش يكون جسمي حلو، فشو لازم أحط؟ اللي أنا بقوله ماذا ماذا يجب أن آكل إيه من بقى اللي هي آخر واحدة. تمام، ننتقل لعند I think جيدة. رقم 6 كي صح، يعني مش لتني معلم. 6. كنت بسأل بس إيه إجابتها لأني مش كنت علمتها. ايه كي يعني من الذي أسس او عمل هذا هيدي السيتادل. يلا يا احمد انت. فوات يا فيزيتي باري، What to visit Paris. بيندو ليبيا. ننتقل عن جايدة. الفا او بيراميد يمس يعني افو، انا هو شفتها من مرة فيزيتي اباري مرة كم مرة مرة. كم مرة صح. أنا ايه جايدة يلا انت. الفا او بيراميد الفا او بيراميد كيف ذهبت إلى صح، البيراميدز؟ تري بيان. يلا يا حبيبة، ريجيون ديجيبت أمريفو فيزيتي. هذا اللي في النص. منقول ان ريجيون ولا ان ريجيون؟ كلمة ريجيون مؤنثة ولا مذكرة يا حبيبة؟ هي مش مذكرة؟ لا 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 طلعت مؤنثة يبقى هناخد الأخير. ايه مؤنثة، ريجيون مؤنثة، فرح نختار الأخيرة. أحمد رقم 13، vous êtes allé hier. ماشي، المفروض يا مس معانا جملة، انتوا رحتوا فين امبارح صح؟ مظبوط. و وي تري بيان. يلا جايدة، اكومباني لي توريست يعني يصطحب ال 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 هي او شو توريست، سواح. tourists سياح ايه شو الثانية؟ لا كان تبي ما فيني أقول ماذا كان يصطحب ال... هتبقى الأخيرة صح؟ لا مين اللي بيصطحب التوريست؟ مين اللي بيصطحب؟ أها إيه يلا أوكي حبيبة، إيه بريفير، كلمة السؤال اللي بتنحط بالآخر وبيكون قصدهم فيها ماذا؟ واو كواتريبيا. طيب شباب صبايا، هيدا دوفوار، يا ريت حدا ياخد له سكرين شوت وينزله على جروب الواجبات، اعملوا معروف هاي شغلة. أوكي نزلوا حدا ولا ما حدا نزله وكله نايم؟ أنا بس هنزله بس آخر واحدة بس إيه جبتها. دقيقة، إجابتها كوا، عشان كلمة ماشي كوا بتعني ماذا وبحطها دائما في آخر الجملة. أوكي صور لو سمحت يا أحمد هذا الإكزرسايز ونزله على الجروب. يلا بس نزلوا اللي نزلتوه. نزل. أنا صورت سكرين شوت بس حضرتك ينفع تمام تتحرك. أوكي هلا
اكتب كمان يا احمد بس تتنزل هيدا، اكتب تسميع صفحة 41 ال 43 44، بس الرول الصغيرة اللي فوق. يعني قلنا 41 أنا 3 سامعة الليلة كلها. يس صحيح، بس انه انا هيك عم اختصر عليكم مشان ما يوجعكم قلبكم، عرفتوا كيف؟ فاذا 40 43 سبعة و44 واحد وأربعين ونص، ها؟ اثنين وأربعين، واحد وأربعين، وثلاثة وأربعين، وأربعة وأربعين، صح. مظبوط، واظن بس وي ايه وي ايه وي ايه وي 45 بس. تسميع طبعا الرولز، اكتب تسميع القاعدات عشان انا السيشن الجايه، بما انه هي حتكون يمكن تكون اخر سيشن قبل الاختبار اللي هي اصلا بكره، بكره ايه بكره، بدي ارجع مظبوط. اسمع كل الرولز عشان حتكون مثل نهايه الشابتر لنقدر نفوت على الاختبار بطريقه سهله. يعني هو فعليا درسكم ليكو بده يفصل الزوم، ما رح نرجع ندخل درسكم لهلا هيدا الاختبار، كانكم عم تدرسوا للاختبار. اتفقنا؟ مش حسن مستوعبين في الاختبار وعارف بتقول لي احنا في الاختبار كده. هلا انتوا سالوا تتشير امنيه هي حتقلكم. يلا خلص اتفقنا يا حلوين، بشوفكم على خير، اورفوار.